حضراتكم من جديد. خلينا ارحب بضيف اللي منورني النهارده، كابتن مهند اللاشين، لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق طلائع الجيش. مهند، مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن مصر، منورنا. ده نور حضرتك، وسعيد جدا بتواجدي مع حضرتك. انا الله. سعيد جدا بيك، وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله. دنيا غير منتخب طبعاً. حاجه تانية. طبعا طبعا. احكي لي، يعني متالق دايما حتى ايام الاسيوطي، عامل شغل كويس جدا، وبيراميدز ما فيش نصيب قوي، طلعت على طلائع الجيش. كلام كتير جدا كان على الاهلي، كلام كتير جدا على الزمالك، استقر بك الامر في طلائع الجيش. احكي لي القصه. والله هو الحمد لله والفضل لله في الاول وفي الاخر. انا يعني كنت في الاسيوطي وبعدين بيراميدز، الامور ما مشيتش كويس. الاسيوطي انت صعدت معاهم؟ بالظبط، كنت نعم. في الاسماعيلي وبعدين مشيت في ريو من الاسماعيلي. ما لعبتش كتير في الاسماعيلي؟ ما لعبتش اصلا خالص. دخلت مباريات كتير، قعدت سنتين في الفيرست، لكن بتتحط على الدكه لكن ما بتشاركش في مباريات. بالظبط. اصلا اسماعيليه؟ لا، شرقيه. شرقيه. شكا دايما في كلام ان الاسماعيلي بيفاوضك. بالظبط، هو عشان بالمناسبه المهاجم البوليفي وصل النهارده الاسماعيليه. هو بالظبط عشان علاقتي بالنادي من وانا 7 سنين. ما الشرقيه رمي على الاسماعيليه زي البحيره كده رمي على اسكندريه. بالظبط. نعم. فعلاقتي بالنادي وانا 7 سنين، فال 11 سنه او 12 سنه في النادي. فدايما اسمي يعني مرتبط بالنادي الاسماعيلي شويه. ايوه. ورحت للاسيوطي درجه تانية، لعبت معاهم موسم الحمد لله. كان كابتن مؤمن ساعتها، مؤمن سليمان كان كابتن مؤمن ومشي، وبعدين جه الكابتن ايمن المزين. نعم. كانت سنه صعود الحمد لله، عملنا موسم كويس مع الكابتن علي ماهر في الدوري الممتاز. كانت برده الحمد لله سنه موفقه جدا، وحصل كلام كتير يعني من انديه كبيره، اهلي وزمالك. فعلا سعيد. بالظبط. كنت قريب خلاص من التوقيع لاي نادي فيهم. وجي فيوتشر كابتن حسام بدري كان رئيس النادي، وكان طبعا مستشار تركي بيراميدز. بيراميدز. نعم. لكن طبعا رفضوا ان امشي، ويعني كنت موجود معاهم الموسم ده لكن ما لعبتش بصوره كبيره مع يعني. بيراميدز. 10 بدات الموسم بلعب 10 مشاركات. لكن بعد كده الامور بقت صعبه في اللعب وكده. رحت الجيش بقى إعارة ومستمر يعني معاهم. حاسس انك لقيت نفسك في طلائع الجيش؟ اللعبة كابتن يعني. اللعب. بالظبط. اللعب بيفرق وبيعليك. بدأت الموسم، اول موسم ليا مع طلائع الجيش تقريبا لعبت الموسم كله. فده طبعا فرق جدا في مستوايا، وكمان كان الحمد لله كابتن بسيوني كان مدير فني فمقتنع بقدراتي من قبل ما اروح الجيش. فكمان دايما كابتن بسوني وانا تربطني بيه علاقه ممتازه، انا من الناس المحبين جدا للكابتن عبد الحميد بسوني. دايما كل شويه يقول لي يا كابتن بقى بص على مهند لاشين، وبص على مهند لاشين، قال لي ده لعيب منتخب مصر، لعيب اهلي او زمالك. الحقيقه دايما يقول لي كده. هو ده اللي عايز اقول لحضرتك، لما بيمسك لما تبقى لاعب وعندك مدير فني مقتنع بامكانياتك. أيوة. الموضوع بيفرق معاك نفسيا، وبيفرق معاك في ادائك داخل الملعب. فده اللي حاصل الحمد لله، ربنا كان كريم معايا وموفقني ان الكابتن باسيوني كان مقتنع جدا بامكانياتي. وقدر يطور من ده، والحمد لله قدرت اقدم معاه موسمين كويسين جدا. حققنا وصلنا من خلالهم لنهائي كاس مصر وما قدرناش نحققه، لكن الحمد لله حققنا السوبر. عايز اسالك عن صعوبه القسم الثاني. في ناس بتبقى متخيله انه القسم الثاني الامر بسيط، خاصه مجموعه الصعيد، وانه سهله كم ماتش والدنيا بيبقى فيها صعود بسهوله. يعني لازم الناس تعرف المعاناه اللي انتوا بتعانوها. لا، الموضوع صعب جدا. اللعب في القسم الثاني بيبقى الموضوع صعب جدا. بيبقى صعب من خلال ملاعب، بتبقى امور صعبه شويه. طبعا الموضوع بيبقى شويه اقل من ان انت في الفنيات شويه برضو في الدوري الممتاز، لكن الموضوع بيبقى صعب جدا، خصوصا لما بتبقى مثلا في النادي الاسماعيلي، او بتبقى تلعب حاطط ان انت قريب من الدوري الممتاز واللعب، وفجاه تتخطف وتبقى تحت شويه، الموضوع بيبقى صعب يعني. في ناس يعني حضرتك كنت في النادي الاسماعيلي وبعدين تخرج من الاسماعيلي على نادي درجه تانية اللي هو الاسيوطي، ففي ناس بتنهار، فكر انه مستقبلها انتهى وانه خلاص ما فيش امل، الدنيا اسودت قدام عينيها. تعاملت مع الموقف ده ازاي يا منى؟ ده برضه الاسماعيلي بنجوميته وبتاريخه وباسمه، والاسيوطي كان فريق لسه متكون جديد، متكون حديث، وما كانش حد يتوقع انه يطلع دوري ممتاز يعني. بالظبط. والله يا كابتن الموضوع بيبقى صعب. أيوه. الموضوع بيبقى صعب جدا، خصوصا في اخر موسم ليا في الاسماعيلي. بدات تنزل الشارع، الناس عارفاك والناس حبتك في اسماعيليه، والناس يعني بتسمع عنك. فالموضوع كنت مقيم في الاسماعيليه ولا بالظبط؟ مقيم في اسماعيليه. كويس. فخلاص هي تلت ساعه او 25 دقيقه منكم. بالظبط. نعم. فهو الموضوع بقيت
داخل في جو ان النادي الاسماعيلي وجميل، وحضرتك عارف اسماعيليه بيعشقوا الكوره طبعا، فالموضوع بقى داخل معاك في سكه ان انت خلاص بقى الناس بدات تعرفك وتدخل في جو اسماعيليه بقى والجو ده، فان يحصل النقله دي الموضوع ده بيبقى صعب جدا. لكن برضه تكيفت ازاي معاه الموضوع؟ هل جالك عروض دوري ممتاز ولا ده كان العرض اللي قدامك؟ هو كان في عرض في اسوان لما كانت في الدوري الممتاز كويس، لكن الاسماعيلي قبل الاسيوطي، قبل الاسيوطي واول ما مشيت من نادي الاسماعيلي كويس، وفعلا كان الموضوع هيتم، لكن الاسماعيلي طلب ان ارجع وامضي تاني ورجعت ومضيت تاني على بياض. بعد كده الاسماعيلي مشاني تاني في نفس السنه، في نفس الوقت، في نفس القيد. فدي الفرصه اللي كانت متاحه وراحت سبحان الله. طب ده انت يعني المفروض الدنيا يعني تبقى بالنسبه لك اتقفلت، لا الاسماعيلي لحقته ولا اسوان لحقته، اللي زيك يبقى رايح متدمر لنادي الاسيوطي اللي انت كمان رايح من طالع من الاسماعيليه والشرقيه لبني سويف، كنت تلعبه في في بني سويف، فالامر صعب يعني بالظبط. وانت صغير الكلام ده كان عندك 21 سنه تقريبا، 20 سنه بالظبط. ازاي برضو ده مهم عشان الناس تاخد يعني تاخد دروس وتاخد خبرات وانت ولد صغير ازاي بتتحمل موقف صعب زي ده؟ والله هو في الاول ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا يا كابتن الموضوع بيبقى محتاج دعم من اهلك. بالظبط، والدتي ووالدي، اخويا واختي، زوجتي طبعا، الناس دول كانوا داعمين ليا واصدقائي، كان الناس دي بتبقى مؤمنه بـ 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 بالامكانيات اللي عندك ومؤمنه بقدراتك فبيديك دفعه. فدول كانوا مؤمنين جدا ان الحمد لله الواحد عنده الامكانيات ان هو يقدر يقف على رجله وان دي مش نهايه الكون يعني. الموضوع بيبقى صعب. انا عايز اقول لحضرتك ان انا رحت نادي البلديه درجه ثانيه برضه بعد ما مشيت من الاسماعيلي. رحت نادي البلديه وما اتقبلتش او ما نزلتش ملعب، يعني ما نزلنيش ملعب. ليه بقى؟ كان مين مدرب؟ كان مش فاكر بالظبط والله، كان ايا كان مش مهم. يعني داعي المدرب ما رضاش ينزلك؟ ما نزلتش الملعب اصلا. ياه. فهو كان الموضوع كان موديك وكيل لاعبين؟ لا، كان اخويا وكلم حد وهنزله وشوفوه، ما نزلتش الملعب. يا راح تختبر. ما الموضوع كان صعب. دوري ممتاز في الاسماعيلي بتقعد على دكه البدلاء بالظبط، والمدرب رفض انه يشوف بالظبط. عشان كده عايز اذكر واحد من الشخصيات اللي ربنا جعلهم سبب، يعني المستر نهاد حجاج، ده كان في النادي الاسماعيلي، مستشار قانوني في النادي الاسماعيلي، كان نائب رئيس نادي الاسيوطي طبعا بالظبط. فالمستشار نهاد كان على درايه ان في مهند لاشين، وكان من الناس اللي بتحاول ان مهند لاشين يكون موجود في الاسماعيلي. فلما حصل ده وعرف موضوع البلديه كلمني هو شخصيا، هو اللي كلمني بالظبط. كلمني وقال لي لازم تيجي لاسيوطي، ومستر محمود هيشوف الامكانياتك، وهو الراجل يعني مستر محمود الاسيوطي اللي هو رئيس النادي او مالك النادي بالظبط، وابنه سيف بالظبط. وفعلا رحت الاسيوطي، ومستر محمود وسيف والكابتن ايمن شافوا امكانياتي. ايمن مزايد بالظبط، ايمن مدرب كويس على فكره. طبعا طبعا. فالحمد لله كنت موفق معاهم يعني في السنه دي. حسيت ان الدنيا بدات تضحك لك شويه؟ بالظبط، لان خلاص انت كان تقريبا لسه اسبوع 10 ايام على القيد، بتروح نادي بيقول لك لا الانديه مش عايزه، كله يقول لك مقفل واللي مش عايز ينزلك. فالموضوع بيبقى اللي هو انت شبه بتبطل، الناس السنه هتقعد في البيت، وانت 20 سنه 20 سنه ولسه ما عملتش اسم مثلا ان الناس تفتكرك، حتى لو قعدت 6 شهور في البيت فما فيش يعني ما فيش حاجه هتساعدك تقف على رجلك غير انك تلحق نادي. وانا عيل صغير عندي 16 سنه وكان حلم عمري العب في النادي الاهلي، يعني ما عندي يعني يقول لك الواحد انت عايز تطلع، يقول لك دكتور، مهندس، طيار، محاسب، اي حاجه، مدرس، انت عايز تطلع يا ابني؟ اقول لهم انا عايز اطلع حارس مرمى النادي الاهلي. عايز تبقى، مش بهزر، عايز تبقى يا ابني؟ عايز ابقى جون النادي الاهلي، ما عنديش كده. طب وايه تاني؟ اقول لهم ابقى جون المنتخب الوطني، وايه كمان؟ العب في كاس العالم. ولسه عيل صغير يعني، ما حتى ما اعرفش كاس يعني، بشوف بس كاس العالم كده وانا عيل صغير يعني. فقام جماعه من اصحابي كده قالوا لي، كنت بلعب في نادي اسمه زيوت طنطا. تمام. فحد صاحبي ربنا يديله الصحه اسمه مجدي السول، كان بيلعب معاه في زيوت طنطا، قال لي نعرف كابتن حسن رياض في نادي الترسانه. فقلت له بس عايز العب في الاهلي. قال لي روح الترسانه، من الترسانه روح الاهلي. انا ما اعرفش القاهره دي شكلها ايه، كنت جيتها مره كده رحله للهرم وما اتحركتش يعني، فما اعرفش شكل القاهره دي ايه يعني. فجينا نادي الترسانه، وهقول بالاسم لاول مره يعني، كنت 16 سنه بالظبط، وكان مدرب الترسانه عليه رحمه الله كابتن حسن رفعت. فعمري ما انسى. فروحنا على، نزلنا من القطر في محطه رمسيس، ما نعرفش حاجه في القاهره يعني. فعلى ما خبطنا وصلنا للترسانه، شويه مشي وشويه متشعبطين في مش عارف ايه، مش عارفين حاجه خالص يعني. كانت الدنيا ليلت. فدخلنا الملعب فلقيت الفرق، بس كانت الدنيا يعني شويه ليلت، بس ايه لسه في نور يعني. بالظبط. فانا رحت جاري مغير ورا الشجره عشان الكابتن حسن، قالوا لي ده الكابتن حسن اللي رفعتك، راجل قيمه كده وحاجه جميله يعني. فلبست في ثانيه، كنت لابس جزمه كاوتش طبعا وشورت تعبان وتيشيرت فانيلا تعبانه يعني.
فشكلي بصراحه ما يسرش يعني او مش بهزر يعني. فهو شكلي اصدار ما عجبوش يعني. تمام. فهو هما الاثنين كانوا معايا، كان عادل عسال رحمه الله الشهير بعد العسكري ومجد السول. فهم عايزين يختبروا وانا هم فريق اول، قالوا لهم الفريق الاول خلاص، قالوا طب احنا مش مهم هو اهم. تمام. فمرضاش يا كابتن ابوس على، انا والله عيطت بالدموع، قلت له ابوس على ايديك يعني، المهم يمين شمال، قلت له انا عايز اعرف الاهلي. قال لي اللي جابك الترسانه؟ قلت له ما انا عارف ان انا من خلال الناس هتشوفني هنا هروح النادي الاهلي. فقال لي لا، انا كان ساعتها الله يرحمه سامح يحيى حارس مرمى، قال لي تقدر تبقى مستوى الجون اللي قدامك ده؟ قلت له احسن منه ساعتها. قال لي برضه مش هنزلك. فالحمد لله يعني، عسى ان تكرش انا خير لكم يعني. فات الايام ومرات الايام بقيتنا برسحة كوره، وكان الكابتن حسن رفعت في اللجنه الفنيه لمنطقه الجيزه يعني. فلما جه كان في اجتماع او كان مدير منطقه الجيزه، ففكرت بالموقف طبعا مش فاكر يعني. الراجل ايه ده، انت على دماغي من فوق، ده انت خدمتني اشد خدمه. فاحيانا الناس تبقى فاكره ان ده الدنيا اتقفلت، بالعكس بتكون باب خير يعني. طيب من بقى الاسيوطي الى بيراميدز. تمام. نقله ثقيله، نقله ماديه ونقله فنيه، جت ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك، هو كان الحمد لله في الاسيوطي كان في عروض كتير متاحه الحمد لله رب العالمين، من ضمنهم كان الزمالك والنادي الاهلي. خلاص اتكلموا بقى بالظبط بناء على تالقك في الاسيوطي. الحمد لله. حلو. جه بقى طبعا في بيراميدز كان معمول نادي طبعا لحد النهارده نادي. لا مش عرض هو. انا كده كده اوريدي كان عقدي مكمل مع بيراميدز. لان النادي اتنقل يعني زي نظام. ايوه اشتروه صح. متاسف. ده انت الوحيد اللي استنيت. كنا حوالي 4 أو 5 لعيبه. نعم. كنت انت ابرزهم. انا ودونجا، وكنت انا ودونجا واكتر عنتر يعني. عنتر كان معاك؟ لا لا، عنتر كان مشي في يناير سنه الاسيوطي. فما كانش عرض بقى، ما كانش عرض، كان الموضوع ان عقدك اوريدي مكمل مع التيم ده، فلازم تكمل عقدك يعني. لاول موسم زي ما قلت لحضرتك لعبت في اول الموسم حوالي 7 مباريات. كويس. بالظبط بدات الموسم كويس جدا. بعد كده تغيير بقى اجهزه فنيه في الموسم ده. 14 مدرب ساعتها. مدربين كتير جدا مسكوا الفرقه، فالموضوع بدا يبقى صعب في المشاركه. طلبت ان انا يعني اطلع اعاره او اي حاجه. فين عروض الاهلي والزمالك بقى؟ عروض الاهلي والزمالك، ما هو قله اللعب برضو بتخلي الموضوع صعب شويه. صح. يعني بدات كويس والدنيا ماشيه كويس، لكن قله اللعب بتخلي الموضوع بعيد شويه ان حد يطلبك، بالذات في الانديه الكبيره. طلع الجيش جت ازاي؟ والله كان من ضمن العروض اللي متاحه. وكان في برضو يعني موضوع التجنيد بقى مع اكتر من حاجه. ف ونادي مستقر. بالظبط. والدنيا هناك هاديه. بالظبط. وفرصه اللعب كبيره. ايوه. وكنت اقدر ان شاء الله ان ارجع ل يعني لمستوايا. كان هدفك انك ترجع بيراميدز تاني. بالظبط ان شاء الله. كان طبعا كان ده الهدف الرئيسي، لان ده الفريق بتاعي. فقدرت اقدم الحمد لله موسمين، وده الثالث مع طلع الجيش. معلوماتي انه السنه اللي فاتت كان في عروض تاني من الاهلي ومن الزمالك، او خاصه من الزمالك. بالظبط. وان الزمالك كان قريب جدا منك، المعلومات دي صحيحه ولا خاطئه؟ ده صحيح. ايه اللي حصل؟ الحمد لله زي ما قلت لحضرتك قدمت موسمين كويسين مع طلع الجيش. كويس. النادي الاهلي كان فيه جس نبض، لكن كان اقوى كان نادي الزمالك. المفاوضات الجديه كانت الزمالك. بالظبط. الزمالك وكان بيراميدز برضه. تاني رجعوا. بالظبط. لكن على فكره انا لما مشيت مع الجهاز اللجنه الاداريه يعني، كانت القديمه مش الحاليه يعني، مش في بيراميدز. يعني لسه تركي الشيخ كابتن حسام البدري. بالظبط. دلوقتي موجود كابتن عمرو بسيوني ومستر ممدوح. مستر ممدوح. بالظبط. فدول جم بعد ما انا مشيت. تمام. عشان برضو يعني الصوره تبقى واضحه. بس فالناس كلموني، كان الزمالك وبيراميدز اقوى جديا يعني، واقوى. كويس. عروض موجوده، لكن النادي رفض ان امشي، لان عدد كبير جدا من اللعيبه مشي في الموسم اللي فات. من الموسم اللي فات للموسم ده يعني، فكان صعب ان امشي. ده ممكن بيعمل احباط برضه، نقله الزمالك او العوده لبيراميدز، ناديين كبار، شهره واضواء وناحيه ماديه كمان يعني. بالظبط. يمكن طلع الجيش من الفرق المستقره الحقيقه، يمكن الفلوس ما تبقاش كتيره شويه، لكن في مميزات تانية الحقيقه اكتر من الفلوس بشكل كبير يعني. لكنه مع بقائك في طلائع الجيش، ما هو برضو الواحد ممكن بقى بعد احباط عدم اللعب وعدم التواجد في نادي، احباط ان انا عندي فرصه لنادي زي الزمالك او نادي زي بيراميدز وتترفض يعني، تعاملت ازاي مع الموقف؟ والله يا كابتن، هو في الاول في الاخر الواحد بيبقى مسلم اموره لربنا يعني. حضرتك لسه ذاكر موقف دلوقتي، هو عسى ان تكرهوا شيئا. فهو طبعا الواحد دايما يعني، انا دايما في كلمه بقولها مع اهلي وزوجتي،
الواحد لو ماسك ورقه وقلم وبيكتب لنفسه تفاصيل كده مش هيكتبها زي ما ربنا رايد، فتفاصيل ربنا سبحانه وتعالى بتبقى افضل. وده اللي الواحد في البدايه كان زعلان جدا، وكان شويه احباط ونفسيا زعلان، لان نقله كبيره ماديا، نقله كبيره فنديه طبعا بقيمه بيراميدز وقيمه الزمالك. لكن بعد كده الامور راحت للافضل، بتلعب نهائي كاس السوبر، بتلعب قصدي السوبر يعني قصاد النادي الاهلي، بتحقق بطوله بره النادي الاهلي والزمالك، وهنقول بيراميدز واسماعيلي الانديه الكبيره بتبقى حاجه كبيره جدا، فبتحقق بطوله، بيبقى مدير فني جديد بيتفرج على المباراه بيقتنع بيك من خلال المباراه. أيوه. المنتخب مصر يعني كيروش. مستر كانو كانت اول مباراه يشوفها في مصر اصلا، ف الحمد لله حققت بطوله، الحمد لله مدير فني منتخب مصر بيتفرج عليك، الحمد لله بتقدر تقنعه ويضمك لماتش ليبيريا، ده كان اول معسكر ليه اصلا. فدي كلها عوامل ايجابيه اتوقع ان كنت هندم عليها لو ما كنت مشيت. هكلمك كتير في المنتخب، بس خلينا نختم الفقره دي قبل ما اروح لفاصل. ليه دايما الفتره دي اسمك مرتبط بالاسماعيلي؟ حصل تفاوض؟ كلموا اداره النادي عايزينك ترجع نادي الاسماعيلي تاني؟ هو النادي الاسماعيلي في الاول ارتباطي بيه زي ما قلت لحضرتك لان من ناشئين النادي وطول عمري في النادي، لكن موضوع مفاوضات انا خلال اخر 4 أو 5 مواسم لعبتهم في الدوري الممتاز دايما اسمي مرتبط بعد كل موسم بالنادي الاسماعيلي. فيعني مع اختلاف بقى ادارات، مع اختلاف اجهزه فنيه، مع اختلاف المتاحين هناك في النادي، لكن دايما اسمي مرتبط بيه. فاضل لك سيزون غير السيزون ده مش كده؟ اه بالظبط. مع طلائع الجيش بالظبط. ناوي تكمل ولا لو في عروض جيده ممكن تتحرك؟ هو النادي كبير طبعا، ويعني نعم نادي الجيش صراحه نادي مستقر جدا، العميد احمد المهدي عامل استقرار وبيحاول يلم الفرقه على قد ما يقدر، وموضوع الحمد لله يعني هو نادي مريح نفسيا ونادي محترم ونادي كبير، لكن يعني اتوقع ان شاء الله الموسم ده يكون فيه حاجه يعني لو الموسم اللي هيهل الجديد ولا الموسم ده في يناير اللي جاي ربنا سهل هنا وهنا ربنا سهل ان شاء الله. هنقفل الملف ده ونفتح ملف المنتخب الوطني لانه ده مهم جدا، والمنتخب الوطني زي ما انت قلت جه من مباراه السوبر، فهناخد السوبر وهناخد المنتخب الوطني. انضمامك، بدايتك، مسيرتك، النجوم اللي انت تعاملت معاهم في المنتخب الوطني وكاس العرب مع كابتن مهند لاشين بعد الفاصل. تنطلق في 9 يناير المقبل النسخة 33 لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون بمشاركة 24 منتخبا تضم في قوائمها نحو 700 لاعب ينشطون في دوريات محلية وخارجية، ومن بين العديد من الدوريات الكبرى التي يتواجد نجومها في العرس الكبير سيكون حضور الدور المصري قويا بعدد من النجوم سواء في منتخب مصر أو عدد آخر من المنتخبات العربية والإفريقية. في منتخب مصر ضمن 20 لاعبا محليا على الأقل تواجدهم بالقائمة النهائية، المنتظر أن يعلنها البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، من بين 40 اسما ظهرت في القائمة الأولية والتي تضم 8 محترفين على رأسهم مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح. أما منتخب تونس الذي يقوده المدرب الوطني منذر لوكبير فقد استدعى ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وعلي معلول من الأهلي، وضمن أطهر الطاهر لاعب سموحة مكانه في قائمة منتخب السودان، وقد يضم وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، بدر بانون مدافع الأهلي بعد تألقه مع منتخب المحليين في منافسات كأس العرب، وذلك لاستكمال قائمة 28 لاعب حسب التقارير المغربية. منتخبات إفريقيا السمراء هي الأخرى ضمت في قوائمها بعض نجوم الأندية المصرية وعلى رأسهم ثنائي الاتحاد السكندري وبيراميدز، سعيد سامبري وإيريك تراوري في منتخب بوركينا فاسو، وشميلس بيكلي لاعب الجونة كقائد لمنتخب إثيوبيا، ولاعب وسط الأهلي المتألق أليو ديانج في منتخب مالي.
اهلا بحضراتكم من جديد. تعال بقى على حته منتخبنا الوطني. دايما اللي بره الاهلي والزمالك وشويه بيراميدز بتبقى قصه بالنسبه لهم صعبه. الاختيار ابلغت ازاي؟ الدنيا كانت عامله معاك ازاي؟ هو في البدايه تم تغيير يعني الجهاز الفني قبل مباراه السوبر. فكانت اول مباراه تتلعب في مصر تقريبا. مظبوط. الراجل اشوف الراجل بالظبط في وجود الراجل. فكان موجود هو وجهازه بالكامل. الحمد لله كنا عاملين مباراه كبيره قصاد النادي الاهلي. صحيح. والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ناخد البطوله دي. سددت في الضربات؟ لا ما سددتش. نعم. فالراجل يعني الحمد لله شاف ان اقدر اكون موجود معاه وانضمت لمباراه. اول اتصال جالك كان من مين؟ هو انا اتبلغت مبدئيا من النادي الاول. بعد البطوله على طول، بعد المباراه تقريبا على طول حد بلغ الاداره؟ بالظبط. من غير جوابات رسميه ولا حاجه؟ لا، بعد المباراه على طول. بلغوني، كان الكابتن مختار والكابتن يسري. بلغوني ان شاء الله موجود في معسكر المنتخب. صدقت؟ اتفاجئت. لان دي حاجه بتتمناها. وقبل المباراه عرفنا ان الراجل موجود. وجود الراجل فرق معاك في الملعب؟ طبعا. والله؟ طبعا. هو الموضوع المفروض ان الواحد ما بيشغلش دماغه عشان بيحصل شويه شده او حاجه زي كده. صحيح. لكن هو الحمد لله وجوده كان دافع، ما تحولش الموضوع سلبي. ما تحولش شده عصبي. بالظبط. لان دافع ليك فرصه، لان دي اول مباراه ليه. فهو الراجل هيشوف بقى دلوقتي، هيدي البدايه. مش هتبقى قصه بقى اهلي وزمالك وكده. بالظبط. الموضوع مش هيبقى بالنسبه له موضوع ان مين موجود قبل كده. خلاص دي اول مباراه، انا بشوف الناس على ارض الواقع. خلاص المباراه قدامي. فكان الحمد لله الموضوع كان ايجابي يعني. طيب اول ما رحت المنتخب استقبال الراجل ليك كان عامل ازاي؟ هو الراجل قابل اللعيبه كلها زي بعض. زي ما قلت لحضرتك اول معسكر، فالموضوع بالنسبه لي ان هو بيشوف الدنيا وبيشوف الناس كلها. زي الحمد لله يعني. اليومين كان تقريبا يومين بالظبط المعسكر، وكان ثالث يوم ماتش ليبيريا. بالظبط ثالث يوم الماتش. ووداني في ماتش ليبيريا والحمد لله كنت كويس، واتكلم معايا حتى بعد المباراه. قال لك ايه يعني اول حوار بينك وبينه ساعه ما دخلت، واول حوار فني بعد مباراه ليبيريا؟ لعبت قد ايه في ماتش ليبيريا؟ لعبت حوالي 20 دقيقه. كويس. هو في البدايه في التمرين الراجل كان لما بيتكلم معايا او بيحب يعدل او اي حاجه كان بيتكلم بصوره كويسه يعني. بيتكلم في ايجابيات، انت بتعمل ايه في ناديك، فلازم تشتغل على ده، المنتخب بيحتاج حاجات معينه ما تقدرش تعملها كده. في يعني هو الراجل كان تعديل شويه في الملعب ويفهمك المفروض الموضوع يبقى مختلف. انت نص الملعب. نص الملعب بالظبط. هو بس ساعات بيلجأوا ليك في مراكز تانية. هو انا يعني لما بتكلمش على المنتخب بتكلم على الناس. لا عموما. بالظبط. فهو الراجل بيتكلم بقى في ان ايه الاختلاف ما بين النادي وبين المنتخب، ده يعني من خلال شغله هو. كويس. فالحمد لله بعد المباراه شويه اللي نزلتهم او ال 20 دقيقه اللي نزلتهم الحمد لله كنت كويس جدا بفضل الله يعني. فاتكلم معايا بعد المباراه ان انا اديت اللي طلب مني. كويس. والواجبات اللي هو كان طالبها قدرت انفذها على قد ما اقدر. وان ان شاء الله لو ربنا اراد الفتره الجايه هيبقى ليا دور كويس معاه. حلو. والحمد لله ما خرجتش من ساعتها. جه في مباراه، جه في المعسكر المباراتين اللي لعبناهم في افريقيا. ليبيا ولا ليبيا. ما انضمتش. لا ما قلت ضمنش. الدنيا خلاص قفلت. قلت ما الموضوع يعني احنا كنا كويسين. اللي حصل بس الحمد لله يعني. بعد كده في البطوله بعد ماتش ليبيا. بالظبط. بعد ال ولا بعد بطوله افريقيا؟ بعد بطوله افريقيا يعني. خلصنا ليبيا والجابون وانجولا. بالظبط. انت مش موجود. ربنا كريم الحمد لله حسمنا ان الصعود. اول مجموعه يعني والدنيا مشيت كويس. بطوله العرب بقى بلغوني ان موجود تاني. بالظبط. هم نفس الاثنين قالوا لك انت موجود في المنتخب. بالظبط. لما رحت بقى المره الثانيه هل قال لك انت ما جيتش معايا ليه وجبتك تاني ليه؟ لا هو ما بيتطرفش شويه. هو مش كتير الكلام زي ما بيقولوا. هو كلامه قليل. بالظبط. هو الراجل هو شغل. لما رجعت سلم وطبعا اتكلم كويس وانا عارف ان انت لعيب جامد بس الفتره دي كنت محتاج ناس معينه. وان شاء الله تعمل بطوله كويسه والحمد لله بقى على السلامه والكلام ده. حلو. ف يعني الراجل ما خدنيش في سكه ان انا ما خدتكش ليه والكلام ده. لا هو يعني ما تعاملتش بقى مع جمله المحترفين خالص. لا دول اللي كانوا موجودين في التصفيات الافريقيه. لا لسه. كويس. تعال بقى رحنا على البطوله العربيه مع البدايات. ما بداتش انت بشكل اساسي مع المنتخب؟ لا. هو في البدايه يعني كان حمدي والسليه.
دول كان هو كان راجل بيعتمد عليهم بصوره كبيره يعني وانا كنت ثالثهم فالحمد لله. بس انت لعبت قدام لبنان ولعبت قدام بالزبط. الجزائر ولعبت قدام الاردن مش بالزبط. اساسي المباراه اللي لعبتها اساسي كانت قطر بالظبط كويس. فهو لا هو في الاول في الاخر احنا كلنا بناخد نفس الجرعه التدريبيه تقريبا وكلنا بناخد نفس الفكر الراجل بنحاول ننفذه وبناء عليه لما بيحتاج حد بينفذ اللي هو طلبه يعني. فالموضوع يعني شويه كنت الواحد بيتمنى يكون موجود طبعا بصوره اساسيه وده اللي الواحد يشتغل عليه لكن ده الطبيعي انك بتدخل في الاول بتقرب بعد كده ان شاء الله بتنافس على المكان يعني. لبنان كان ماتش صعب لانه كان 0-0 الاول لحد ما جبنا الجون بتاع قفشه وبعدين الجزائر كان ماتش اصعب لانه كنا متاخرين وبعدين تعادلنا بضربه الجزاء لعمرو السوليه وبعدين الاردن كان ماتش اصعب وانت نزلت في ظروف صعبه في الاردن هو الثلاث مباريات صراحه كانت صعبه انا كنت منزل في وضع يعني قاعد حمدي ربنا يعافيه دايما يا رب حمدي اتصاب فمهند ينزل بسرعه فهو ده ماتش لبنان الجزائر الدنيا مش مظبطه قوي وخسرانين ننزل نزلت واحنا خسرانين بالظبط الشوط الثاني نزلت من بدايه الشوط الثاني نفس الفكره برضو الاردن الدنيا خسرانين والدنيا نزلت في الوقت الاصلي مش في الوقت بالظبط كنا خسرانين وكده والحمد لله نزلت الدنيا بقت كويسه يعني. بيقول لك ايه كروش بعد يعني وانت نازل بيدي لك تعليمات اكيد يعني بالظبط ابرز التعليمات اللي يعني اكيد المدرب بتبقى شخصيته بتبان وطريقته بتبان بيبقى ابرز الواجبات اللي بيديها كروش لمهند لاشين هو الراجل بيفكر ان يعني مطلوب منك تقفل مثلا لو في مفاتيح لعب ليهم بيبقى مطلوب منك تقفل مفاتيح اللعب تحاول تحافظ لنا بصوره كبيره جدا على الكوره وان الكوره تفضل دايما معانا طبعا دايما لازم تبقى قوي ومساهم قوي انك ترجع لنا الكوره تاني ونحافظ عليها بعد ما ما ما, ما نجيبها من الفرقه التانيه لازم نحافظ عليها وتبقى معانا في استحواذنا فدي ابرز المتطلبات اللي بيطلبها مننا في نص الملعب يعني. المباراه اللي بداتها اساسي وكملتها للاخر مباراه قطر خلينا نتكلم عليها بس استاذنك نروح لفاصل نرجع نتكلم تفاصيل مباراه مصر وقطر وايه اللي حصل بعد ما خسرنا السيمي فاينل وبعد ما خسرنا كمان بركلات الترجيح مباراة المركز الثالث. اهلا بحضراتكم من جديد بجد ترحيب بضيف العزيز كابتن مهند لاشين نجم نادي طلائع الجيش ولاعب منتخبنا الوطني. تعال بقى روحنا على مباراة تونس. لم تشارك في تونس؟ لا. طيب الخسارة بالتأكيد خاصة أنها كانت خسارة مؤلمة في الثانية الأخيرة أو ما بعد الأخيرة في اللقاء إيه اللي حصل بقى كواليس اللي حصل بعد مباراة تونس والله هو يعني إحنا في الأول بس عايز أقول للناس إن إحنا عناصر كتير أول مرة تنضم للمنتخب بعيد عن إن أول مرة ننضم في عناصر كتير أول مرة تلعب تحت ضغط جمهور وجمهور كتير ومنتخب مصر اسمه وتيشيرت منتخب مصر تقيل فدي حاجات كلها مش مبررات لكن دي حاجات كلها تتحط للاعيبه اللي بقت كويسه واللاعيبه اللي كنا مستنيين منها اكتر من كده. نعم. اما بقى مباراه تونس احنا نازلين اي مباراه عايزين نكسب مفيش فرقه بتبقى عايزه تخسر احنا منتخب مصر لازم يكون لنا افضليه لكن برضو في عناصر جديده زي ما قلت موجوده الراجل بعد المباراه اتكلم ان دي مش نهايه الكون احنا بنكون تيم وبنعمل تيم قوي عشان خاطر اللي جاي بعد كده اهم. وأظن دي كانت تصريحات الراجل من قبل البطولة إن إحنا عايزين نكون تيم قوي جدا بعناصر أساسية واحتياطية نقدر ننافس بيها ونبقى موجودين فالخسارة جت مفاجأة طبعا في بطريقة غير متوقعة طبعا من ذنب حد يعني في لكن ده توفيق وعدم توفيق ربنا سبحانه وتعالى كاتب النتيجة دي فده كان هيحصل لكن قدرنا حتى مباراة قطر كنا أفضل بكتير أحسن مباراة عملناها في البطولة بالظبط كنا عاملين مباراة كبيرة ومباراة كويسة جدا لكن برضو ما وفقناش إن احنا نكسب لكن يا كابتن في الأول وفي الآخر أعتقد إن احنا طلعنا بمكاسب كتير جدا في البطولة أهمها إن في لعيبة كتير انضمت ولعيبة كتير اثبتت نفسها بصوره كبيره مشاعرك ايه بقى وانت بتلعب واحمد ياسين بيلعب ومروان داوود بيلعب ومروان حمدي بيلعب وحسين فيصل اسماء انا حتى كتبت وقلت هنا اللي ما لعبش منتخب في عصر كروش مش هيلعب ماتش مش هيلعب مش هيلعب منتخب تاني بالظبط يا كابتن دي فرصه كبيره وما عملهاش غير مدرب جريء جدا يعني فرصه كبيره وجات لنا كلنا احنا اللعيبه دي وفي لعيبه كتير برضو موجوده تستحق انها تنضم لكن اللعيبه اللي كانت موجوده حاولت تطلع افضل حاجه عندها حتى لو دي اول مره يشاركوا او اول تجمع ليهم مع المنتخب
لكن الحمد لله ظهرنا بصوره كويسه الحمد لله. بعيدا بقى عن الناس يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه, بعيد عن الناس اللي بتحاول يعني مش عايز اقول تركب ترند والكلام ده, لان الناس دي موجوده بقت كتير وبقت ما بتدورش على فكره ان ندعم ولا ما ندعمش وكويس ولا وحش او بننصح او ما بننصحش. هو الناس بقت في بعض الناس بقت بتفكر اللي هو لايكس وشير وفولورز, يعني موضوع اتاخد مننا بيضايقكم. بص يا كابتن, هو الذكي اللي ما يسلمش دماغه, بس غصب عنك بتقرا, بس غصب عنك اهلك بيشوفوا الكلام بيكلموك بيقول لك, صحابك بتقول لك, فالموضوع بقى زهق في شوية. كلام كان جارح ليك انت بصفه شخصيه؟ لا الحمد لله, يعني اللي وصلني هو بس في مواقف يعني, لكن يعني مثلا حد معين كتب كلام كويس عن مهند لاشين بعد ماتش الاردن, كويس ماتش الجزائر الحمد لله كنت كويس, ماتش الاردن فضل من ربنا كنت كويس, فحد كتب كلام كويس فصديق ليا مقرب قال لي كلمه اشكره, فانا عملت انا مش تقيل في تويتر والكلام ده ما بدخلش كتير, فعملت لايك كده وخلاص يعني ايه عشان ابقى اكلمه بعد البطوله. فجت موجه كده طلعت فجاه, فلان اجمد فلان اقل فلان ما يروحش, مهند اتحط اسمه في المجموع في الكلام يعني عشان عملت لايك لحد. لا مهند اتحط اسمه ان ازاي يروح وازاي ما يروحش فطبعا انا ما بسلمش دماغي للكلام ده ولا برد بالظبط. فالترند دلوقتي ان مهند يروح ولا ما يروحش, وفي الحمدي مثلا يروح ولا ما يروحش, والكلام ده بقى ماشي. نفس الشخص التويته اتمسحت, مهند لاشين ينضم للمنتخب ليه؟ حضرتك من يومين كنت صديقي بقى بيموت حضرتك من يومين كنت بتقول على لعيب جامد ولعيب كويس, الترند ماشي دلوقتي ان مهند يتخبط فيه عشان طبعا مش مسنود جماهيريا شويه, لان نادي الجيش ملوش يعني قاعده جماهيريه. فالتخبيط في مين دلوقتي؟ مثلا ممكن نخبط في مهند عشان خاطر كابتن شوبير. ماشي نخبط في مهند. مين اكتر لاعب اتاثر بالهجوم عليه؟ هو مش تأثير, هو بس هو يعني انا بشوف ان هم الموضوع كان زيادة عن اللزوم معاه. مروان طبعا, مروان حمدي, لان اي لعيبة كابتن بيستنى الفرصة, اي لعيب بلغة الكورة يعني بيموت نفسه على الفرصة اللي بتجيله. نعم, وكل واحد بيبقى بيحارب على ان الفرصة لما تجيله يمسك فيها. ايوه, فهو مروان كان بيعمل اقصى ما عنده في الملعب, كان بيحاول وبيتمرن جامد وموجود ودايما ملتزم في التمرين وبره التمرين. فدي كلها عوامل بتودي في الاخر انك تبقى موفق. طب لسه بقى التوفيق ما جالكش او لسه ما جبتش, دي حاجه المفروض ندعمها. ما مش نقطع ونتكلم ونقول. فهو مروان ما هو مش هقول متاثر بقى, لكن انا شخصيا كنت زعلان من اللي بيحصل, بس اكيد لما طلع رد ده اكيد انه كان فضي. بالظبط, ما هو كان برضو حتى لو بتحاول تفصل فمش كل الناس تقدر بتحاول تفصل. تخليك بعيد عن الصورة. دايما هتلاقي الناس بتقولك شفت فلان بيتكلم او ففي الاول في الاخر الكلام بيوصلك. فلما يبقى الموضوع بيزيد عن حد غصب انت عنه. مقرب من مروان, مروان من الناس القريبين ليك في المعسكر يعني قلت له ان ما كانش ليك حق تكتب وغلطان وما كانش ليه لازمة. هو نفسه بعد ما هدي لقى ان الموضوع ما كانش المفروض اكتب, لكن برضو في الاول في الاخر يعني كلام كتير, كلام كتير قوي وممكن مثلا بيوصل لحد الاهانه, وده مش مسموح بيه. بيوجع طبعا مش مسموح بيه. شايف ان السوشيال ميديا اثرت سلبيا عليكم وانتوا في كاس العرب؟ هو بص يا كابتن, احنا من اول يوم متفقين كان طبعا كابتن سلية وشناوي وحجازي, احنا متفقين ان احنا في الاول في الاخر مش هنسلم نفسنا لمين بيقول ومين لا. احنا جايين نعمل بطوله جامده, بنلعب بتيشيرت منتخب مصر, حتى لو احنا لعيبه اول مره ننضم فاحنا لعيبه كويسه في الدوري ممتاز نقدر نعمل حاجه, فاحنا هنشتغل على ناخد كل مباراه لوحدها وفي السوشيال ميديا ما نسلمش نفسنا. ده كان اتفاق ما بيننا والحمد لله, يعني اعتقد لو كلنا سلمنا بقى نفسنا للسوشيال ميديا واللي كان بيحصل بعد ما جينا بقى كل واحد بدا يشوف الدنيا ومين يتكلم والكلام ده, اعتقد لو كنا سلمنا نفسنا من بدري احنا ما كناش عدينا المجموعات, لان التهميد كان شغال من بدري قوي. بتأثر السوشيال ميديا بشكل واضح طبعا. برأيك ايه انت بتتكلم على السولية وكل الناس ابرزت دور السولية كقائد للمنتخب, هل ده بالفعل اللي كان موجود في الكواليس؟ ده حقيقي. السولية لعيب كبير وخبراته كبيرة مع النادي الاهلي, راجل لعب بطولات كبيرة ومحقق بطولات ومحقق 2 افريقيا ورا بعض, وقبل كده وصل برضو نهائي افريقيا مع النادي الاهلي, فالراجل لعيب كبير ولعيب تقيل في النادي الاهلي, والنادي الاهلي بيتقل لعيبته زي الزمان نادي الزمالك وكده.
فلا هو كان دوره خارج الملعب قوي جدا وكان بيقربنا طبعا كان بيقربنا جدا من بعض. كان دايما دايما هو والشناوي وحجازي حجازي برضو والونش كان من ضمن الناس اللي الناس التقيله طبعا لان هم اقدم طبعا. وكان دايما حتى احنا اللعيبه الجديده لسه في اول المعسكر لا دول كانوا بيقربونا وبيدخلونا معاهم. طبعا اكرم ده يعني جميل أكرم. طبعا واكرم توفيق. فالناس دي الناس دي يعني انا بذكر الاسماء دي لان الاسماء دي كانت بتحاول دايما تقرب الناس الجديده وتدخلنا. ما يشاع انه دايما في خلاف ما بين النجوم، مش في خلاف اسف، في ابتعاد يعني النجوم لوحدهم خاصه النجوم الاهلي والزمالك واللعيبه الجداد بيبقى صعب ان يتعاملوا معاهم. التعامل كان عامل ازاي جوه المعسكر؟ لا لا الكلام ده الكلام ده يعني قبل ما انضم للمنتخب كنت بسمع كلام كتير بيتقال فما معرفش مدى صدق الكلام طبعا. أيوه. لكن بعد ما انضميت لا في كلام كتير قوي بيتقال جوه الكواليس ما بتحصلش. زي مثلا في لقطه نزلت للكابتن شناوي وهو بعد مباراه قطر مع شريف بالظبط. الناس صورت ده بان شناوي بيزعق لشريف وبيزعق للاعيب. ده ما حصلش خالص. انا كنت واقف في اللقطه دي. ايه اللي حصل؟ كابتن شناوي كان بيقول لي شريف خلاص اللي حصل حصل، نركز في اللي جاي، معلش احنا رجاله وبنحاول، اكيد مش قصدنا نخسر، لكن لازم نعتذر للجمهور ونشكرهم ان هم بيدعمونا. فهو بيتكلم بقلب الطبيعي ان نعم. وكمان هو من جواز زعلان انه خسر طبعا. فاتصور الكلام ان خناقه. لا هي مش خناقه خالص. الموضوع ما كانش خناقه خالص، لكن جوه بقى الكواليس الفندق وجوه الكلام ده يعني انا اكتر ناس استفدت يعني وقربت منهم جوه المعسكر كان السليه حمدي الونش طبعا. مع ان السليه وحمدي تقريبا في مركزك بالظبط. لا بس اكرم توفيق طبعا فرق معايا جدا الونش في المعسكر ده جميل. والونش طبعا جميل. ففي لعيبه كتير في المعسكر لا الموضوع مختلف يعني الناس كتير يعني كسبتهم كاصدقاء بره الملعب كمان يعني. اللعيبه بعد الخساره وبتخسر من قطر والمركز الثالث والرابع، فريق طبعا محترم وكل شيء المنتخب القطري، لكنه يعني كانت ترجيحات لصالح منتخبنا الوطني. بعد الخساره كان رد الفعل ايه داخل غرفه الملابس ولما رحتوا الفندق؟ هو مش كل المواقف تتحكي لان احنا كنا زعلانين لان في حاجات كتيره حصلت كانت يعني مش عايز اتكلم بصوره واضحه قوي لان في حاجات كتيره حصلت كانت ضدنا يعني بس يعني خلي دي نقطه بقى نتكلم فيها بعدين. لكن الفكره احنا مع بعض كنا كان في حزن كبير جدا في اوضه اللبس لان احنا كنا شايفين ان احنا اقرب، كنا شايفين ان احنا افضل في الملعب كمان. ده صحيح. لكن ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش التوفيق. لكن زي ما قلت لحضرتك يعني مستر كروشي اجتمع بينا واللاعيبه السليه والونش وحجازي شناوي الناس اللاعيبه الكبيره برضو لمت الفريق وخلاص ونقطه وخلصت والحمد لله على اللي حصل. وان شاء الله نركز بقى في الاهم بالنسبه لنا اللي هي ان شاء الله الصعود. كيروش ما عاتبكوش يعني ما كانش غاضب على اللعيبه؟ في مدربين بينفعلوا وانتوا ما تستاهلوش وانتوا 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 بيبقى غاضب شويه. هو مستر كيروش مش من طبعه الغضب يعني اللي انا في الفتره دي او ست مباريات تقريبا اللي حضرتهم معاه هو مش من طبعه. هو الراجل من طبعه زي ما بنقول كده بيدخل يحل لك الدنيا ماشيه ازاي. هادي. بالظبط. هو بيدخل طب احنا ناقصنا كذا وكذا هننفذه، احنا هنتحرك بيحط لك حلول تقدر تتحرك بناء عليها في الملعب. مش زعيق وكلام كده، لا هو هو بيديك شويه قلب كده جوه في اوضه اللبس، بيديك يعني الحماس اللي دخلك الماتش وانت فايق، وبيديك الحلول اللي نقدر نستغلها. والدليل ان دايما يعني طبعا مش عايز اقول ان الناس تاخد كلامي ان انا بقول كلام كويس على مستر كروش، لكن انا بقول حقيقي دايما لما بندخل اوضه اللبس بنرجع افضل. نعم. فيلم برضه مدرب عنده خبرات كبيره واشتغل في حتت كتيره وبالتالي اعتقد ده بيفرق معاه. خلينا نروح لفصل بعد كده هفتح معاك ملف كاس الامم الافريقيه. توقعاتك ايه للقائمه؟ شايف فرص مصر في المنافسه؟ المجموعه قصه عامله ازاي في بطوله افريقيا مع كابتن مهند لاشين بعد الفصل. قبل ما اكمل حواري مع كابتن مهند لاشين الحقيقه في كلمه اتاخدت مني فكله واخدها انه انا بقول الاهلي هيشارك بكامل نجومه في كاس العالم. انا ما قلتش كده، اللي انا قلته انه الاهلي متمسك بكلمه احمد مجاهد انه هيشارك بكل نجومه في كاس العالم والمنتخب هيشارك بكل نجومه في بطوله افريقيا. ده اللي انا قلته بالتحديد يعني
عشان تبقى قصة واضحة. فلذا لازم التوضيح. يمكن حتى اتكتبت على صفحتي يعني الأدمن كتبها بشكل مش مظبوط يعني، ده اللي عمل لغط عند الناس. كابتن مهند، يعني البعض كان بيقول انه خلال البطولة كانت هناك خلافات بين الجهاز الفني بعض البعض، صحة هذا الكلام؟ لا لا ما فيش الكلام ده خالص، الناس مع بعض، الكابتن شوقي والكابتن حضري والكابتن ضياء، الناس بيساعدوا الراجل جدا ودايما بياخد رأيهم برضو لان بيطلع كلام كتير طبعا احنا بنشوف ان الرأي والرأي التاني بقى ان الراجل روجر اللي معاه مستر روجر، لا هو الراجل بياخد هو روجر مساعده الاول بالزبط. يعني دي ما تزعلش في حاجة يعني بالظبط، لا وبياخد رأي الجهاز اللي معاه طبعا بياخد رأيهم كلهم وهم متعاونين جدا طول الوقت، حتى في المعسكر يعني في اي ميتنج او في مواعيد اللي بناخدها كلها دايما بنلاقيهم كويسين مع بعض، دايما بيجتمعوا مع بعض، دايما قاعدين مع بعض. فلا ما شفتوش اي بوادر خلاف يعني؟ لا لا خالص. كاس الامم الافريقيه على الابواب، 40 اسم هيختار منهم 28 اسم، اولا شايف فرص مهند في التواجد قد ايه؟ والله يا كابتن هو الحمد لله الواحد بيقدم يعني هو انتوا كنتوا 23 في البطوله العربيه، هينضم لكم 25 خمس تنفار كمان بالزبط. او ست تنفار هتبقى هي تقريبا يعني تقريبا نعم. تقريبا هي ان شاء الله بقى. ان شاء الله ربنا كريمها بقى موجود لان الحمد لله الواحد بيقدم في ناديه بيقدم المطلوب منه في مع المنتخب، الحمد لله الواحد ظهر بصوره كويسه فان شاء الله الواحد يكون موجود يعني. نتائج طلائع الجيش تخوفك شويه انه ممكن تاثر على فرص الاختيار؟ هو يعني النتائج برضو في البدايه ما كانتش كويسه ومع ذلك الحمد لله الواحد كان موجود، فالراجل الراجل ما بيقيمش بالتيم كتوتال لكن بيقيم اللاعب يعني كل لاعب لشخصه واللي بمردود اللي بيقدمه. بعد بطوله العرب بقى في حاله قلق ما عند الناس يعني، لا مش هنوصل، لا مش هنكمل، لا الدنيا خطر، معنا نيجيريا لو طلعنا تاني ممكن لاعب الجزائر منتخب تقيل. انت حاسس ان الدنيا عاملة ازاي لما هنضم لنا النجوم الكبار والخبرة اللي انتوا خدتوها في كاس العرب؟ والله يا كابتن مبدئيا الحمد لله احنا كسبنا خبرة والحمد لله اللعبة اللي هتكون موجودة طبعا استفدنا طبعا ان تجانس واستفدنا احتكاك قوي جدا في بطولة كبيرة. اللعبة اللي هتنضم لنا كابتن محمد صلاح، كابتن نني طبعا اسماء كبيرة وهتعمل تقل اكتر للفرق بالظبط، طبعا مصطفى محمد مرموش لعبة كتير، احمد ياسر ريان بالظبط نعم. هتعمل تقل اكيد للفرق اكتر. كمان عايز اتكلم بقى برضو كل شويه برجع لها لان ده عامل مهم. الناس اللي بتصدر ده يعني الناس اللي موجوده في الاعلام بيصدروا ده للناس بعض الناس بس لا البعض والبعض قليل. انا بس عايز اشكر حد لان ده هو كده من زمان كابتن، يعني هو بيتكلم بنفس الاسلوب ما اتغيرش من زمان كابتن رضا عبد العال، عشان بس الناس ما تاخدش كلامي ان مهند بيتكلم فاللي مين اللي بينتقد، لا كابتن رضا عبد العال من زمان وهو اسلوبه واحد ما بيغيروش. فالناس خلاص فهمت وعرفت ان ده اسلوب كابتن رضا عبد العال في الانتقاد، لكن في ناس بقى دلوقتي بقت طالعه عايزه تركب ترند باي طريقه اللي هو بينتقد وخلاص انا هركب ده او انا هتكلم بصوره مش كويسه عشان ابقى موجود. ده طبعا يعني انا بتمنى ده نبطله وده اللي بيوصل للناس. الناس بتوصل لها موضوع القلق وبيوصل لها الحاجات دي من خلال بس احنا فعلا قلقانين يعني. انا النهارده بعد اللي انا بشوفه مثلا من المنتخب الجزائري ومش المنتخب الاول بالكامل في بطوله العرب بيفوز بيها بجداره رغم ان هم ما كسبوناش 1-1 وعملنا من افضل مباريات خاصه الشوط الثاني. لما هينضم النجوم التقال 10 على ال 10 اللي موجودين مثلا، ما احنا لو خدنا مركز ثاني ما لازم اكون قلقان، حتى قدام كوت ديفوار لازم اكون قلقان. ما هو قلق مشروع يا مهند، خاصه ان احنا خدنا رابع بطوله العرب. يعني اذا كانت الناس بتتكلم على قلق من حقها انها تقلق، انا ما بحبش التجاوزات لكن القلق ده مشروع. بالظبط يا كابتن عندك حق والناس حقها تقلق وكل حاجه، لكن برضو انت ما بتلعبش بفول تيم، انت ما بتلعبش واحد من افضل لاعبي العالم دلوقتي او ما كانش افضل لاعب في العالم كابتن محمد صلاح ده الحاجات دي بتعمل تقل للتيم وبتخلي الوضع مختلف تماما في الفرقه. في لعيبه بتبقى فارقه مع التيم كتوتال. وكابتن محمد صلاح يعني مش هتكلم ان كابتن محمد صلاح بيفرق اكيد، تقوله عالميا موضح ده. فهو الاسماء الكبيره دي لما تبقى موجوده وكمان هما مع بعض يعني التيم ككابتن محمد صلاح كابتن نني الاسماء دي لما تبقى موجوده هما لعبوا اصلا اوريدي مع بعض، لكن احنا خدنا رابع لكن كام لعيب في البطوله اول مره يلعب في منتخب مصر. نعم. ومع ذلك قلنا ان احنا قدمنا مردود جيد جدا خاصه الشوط الثاني مثلا قصاد الجزائر، طب بلاعيبه اول مره تنضم، لكن لو لعيبه على طول بتلعب مع بعض ومتاحه الموضوع هيبقى مختلف.
شايف ان الفرصه عندنا قد ايه في بطوله افريقيا؟ وهل الاهتمام اكبر من الراجل ببطوله افريقيا ولا كاس العالم؟ هو الراجل دايما بيتكلم ان كاس العالم ده الاساسي بالنسبه لينا كحلم يعني لمصر كلها، وده اللي مطلوب منه. لكن ده ما يمنعش ان شاء الله احنا بنلعب على بطوله اكيد، لان منتخب مصر في بطوله يعني لازم ياخدها. الناس باسامي جديده في بطوله عربيه زعلانه ومتضايقه طبعا ان البطوله ما اتاخدتش، وده حقهم وده وده اعتذرنا يعني عنه. لكن طبعا بطوله افريقيا ومنتخب مصر لازم تلعب على البطوله. خليني اقفل شويه ملف المنتخب واروح للدوري العام. ماذا حدث لنادي طلائع الجيش؟ يعني بدي الموسم كافضل ما يكون بالفوز ببطوله السوبر، لكن النتائج مزعله الناس، خاصه ممكن يكون ما فيش شعبيه او طلائع الجيش، لكن في احترام كبير جدا للفرقه دي. بالظبط. هو بس هو 5 نقاط فقط لا غير، هزيمتين متتاليتين بتاثر شويه. الهزيمه الاخيره من بيراميدز كانت قاسيه شويه، انك تخسر 3 باقل مجهود من بيراميدز. هو يعني هو الظروف دايما في بدايه الموسم ما بتساعدش طلائع الجيش قوي، لان بيبقى في انتدابات جديده، لعيبه كتيره بتمشي ولعيبه كتيره بتيجي لسه، فمرحله الانسجام ما بين اللعيبه بتاخد وقت شويه. يعني الموسم اللي فات غاب عن يعني الموسم الحالي غاب عن الفرقه ناس كتير قوي موجوده. نعم. وناس تقيله، اسلام محارب، عمرو جمال، ناصر منسي، بنتكلم في لعيبه كبيره. نعم. ولعيبه تقيله بتدي تقل للفرقه. انضم لنا لعيبه كويسه جدا ولعيبه كبيره طبعا موجوده، لكن برضو مرحله التجانس دايما بتاخد وقت شويه. الموسم اللي فات طلائع الجيش خلال اول 7 مباريات تقريبا خد بونت. مظبوط. فهو الموضوع دايما في طلائع الجيش بيحصل مشكله في اول، مش قلقان؟ لا مش قلقان ان شاء الله. الموضوع يعني ان شاء الله يعني خلال التوقف اللي جاي ده الموضوع هيبقى مختلف، وهنقدر ان شاء الله مع كابتن زيزو وكابتن ياسر ان احنا نرجع الامور لطبيعتها ان شاء الله. خليني اسالك عن الدوري بقى، يعني بعد 6 ماتشات الاولانيين وفوز الاهلي ب 18 بونت، الناس قالوا لا خلاص الدوري للاهلي شبه محسوم السنه دي والاهلي اتعلم من الدرس. جه التعادل بالامس مع فيوتشر والعرض الرائع اللي قدمه فيوتشر، وتعادل بصعوبه للنادي الاهلي رغم انه كان متقدم. هل ده بيقول ان الدوري لا ما تقدرش تقول مين بطل الدوري؟ كنا زمان بنقول البطل من بدري. الاهلي مثلا السنه اللي قبل اللي فاتت كسبان 16 ماتش، السنه اللي فاتت كانت باينه في الاخر ان الزمالك ما حدش هيقدر يعطله. شايف المنافسه هتبقى عامله ازاي على الدوري؟ ومين الفرق اللي ممكن تصارع من اجل الهروب من الهبوط؟ والله يا كابتن هو فكره مين ياخد الدوري، لو هنتكلم في اهلي زمالك بيراميدز الاقرب دلوقتي، الموضوع بقى صعب جدا. صعب جدا، لان دلوقتي الفرق كلها بقت بتدعم بصوره كبيره جدا، والفرق كلها بقى عندها شخصيه كبيره جدا انها ممكن تكسب وممكن تعطل فرق كبيره. يعني النهارده فيوتشر فريق قوي جدا، قدر طبعا يعطل النادي الاهلي، وكان اقرب كمان ممكن يفوز للفوز. بالظبط. نعم. نفس فيوتشر ده هيلاعب الزمالك، بيراميدز هيقدر. فالفرق كلها بقت جامده، والفرق كلها تقدر تعطل دلوقتي. مرحلة الهبوط بقى والكلام لسه شوية على يعني عشان الملامح تبان شوية، لكن بس إن شاء في الله مثلا إسترن كامباني أو شركة الدخان نقطة واحدة، الإسماعيلي في تاريخه الكبير نقطتين، طلع الجيش في المعمعة برضو بـ5 نقط، المقاولين بتاريخه الكبير برضو، يعني في أندية متجرجرة للدوامة دي يا كابتن مهند. السيزون اللي فات كان تقريبا نفس الاسماء، بعيدا عن إستر كومباني كان الجيش برضو موجود، كان الاسماعيلي، كان المقاولين قريب مننا. لكن الدور الثاني الموضوع كان مختلف تماما، وكل الانديه دي فنشت في نص الجدول تقريبا. فهو عشان كده بقول لحضرتك الدور الاول بس ينتهي الملامح هتبدا تبان، لان ان شاء الله الموضوع هيختلف خاصه عن طلائع. يعني المباراه اللي بتحس انه بيبقى حظك حلو فيها مباراه ايه؟ يعني بتحس انه انا ببقى فرحان بالمباراه دي؟ المباريات الكبيره كلها بلا استثناء. يعني مثلا بتفضل الاهلي الزمالك بيراميدز؟ لا، دي افضل مباريات تلعبها. اهلي وزمالك؟ اهلي وزمالك. اهلي وزمالك وبيراميدز، لكن المباريات دي تحب تلعبها. تلعب لعيبه كوره، الموضوع بيبقى ممتع. كمان الضوء بيبقى الناس بيبقى مركزه قوي مع المباراه. لكن مثلا محظوظ على الاهلي اكتر شويه ولا محظوظ على الزمالك اكتر شويه في مباراه معينه في الاداء؟ ببقى شويه الاسماعيلي. الاسماعيلي؟ والله. بالظبط. يعني في الاداء الاسماعيلي، لكن كمباريات بقى عموما بحب العب مباريات الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك. حمدي فتحي وعمرو السوليه وجودك جنبهم في البطوله الاخيره افادك في ايه؟ لا هم لعيبه كبيره وطبعا التجانس ما بينهم كبير جدا، بس افادني انا شخصيا ان هم خبراتهم شويه موجوده اكتر، لان هم لعبوا. لكن يعني هتكلم بصراحه، الموضوع
دخلني في سكه يعني المنافسه متاحه وان اقدر ادخل وسطهم واقدر العب كمان، لان كل ما بتقرب كل ما بتحس ان الموضوع اوريدي اسهل شويه. فلا لما قربت عرفت ان هم لعيبه تقيله ولعيبه كبيره، لكن اقدر ان شاء الله نافس كده معاهم. كانوا مقربين منك يعني؟ هم من مكاسب البطوله بالنسبه لي بره الملعب فعلا. الونش وحمدي وطبعا اكرم، لان اكرم انا وهو من بلد واحده والله. بالظبط. ف والسليه فرقوا معاك في التعامل النفسي. بالظبط. منافسه في الملعب حاجه، لكن خارج الملعب بالزبط. واضح ان هم روح الاسره كانت موجوده. بالظبط، ده حقيقي، وده ممكن يفرق معانا في اللي جاي ان شاء الله. طبعا اكيد ان شاء الله. ده التجانس اللي بنقول عليه، ان ده اللعيبه الجديده بتدخل مع القديم بيحصل تجانس، ده اللي بنقول عليه يعني. استاذنك اروح لفاصل وارجع تاني اكمل حواري الممتع مع الكابتن مهند لاشين. اهلا بحضراتكم من الاخير ومن جديد، والجزء الاخير في الحوار مع كابتن مهند لاشين اللي منورني النهارده. كابتن مهند، يعني كلام كتير عن انه طارق حامد، وطارق حامد لازم يكون في المنتخب وحاله من الغضب، طبعا نجم ونجم كبير في نادي الزمالك وفي المنتخب لفترات طويله، يعني بيأثر عليك هذا الكلام بالسلب؟ لا، هو في الاول وفي الاخر طارق حامد لعيب كبير طبعا. نعم. بس انا بقى يعني انا عايز اتكلم مع الناس بقى اللي بتتكلم. طبعا الجمهور بيبقى عاطفيا شويه بيتكلم عن لعيبه، مثلا ممكن ادعم كابتن طارق عشان خاطر انا كجمهور حقه. نادي ده حقه. طبعا دي حاجه يعني، لكن نتكلم بقى مثلا عن مهند ملوش قاعده جماهيريه، بس مهند يقول بقى حاجه مثلا. طيب الناس بتقول مهند اقل دفاعيا. تمام، انا الناس قالت ده. طب الناس دي انت بتتكلم على الجمهور ولا بعض الجمهور عموما بقى؟ تمام. طب قال لي دفاعيا، احصائيات الموسم اللي فات بتقول ان بفضل ربنا سبحانه وتعالى، طبعا انا بقول حاجات حصلت. ده ربنا اللي كان موفقني فيها. الاحصائيات بتقول ان مهند اكتر ديفندر في مصر قطع كرة السنه اللي فاتت. دي احصائيات. احصائيات. طب الناس عارفه ده؟ لا، بس مهند قال لي دفاعيا. طب ما هو مهند ملوش جمهور يطلع يقول ان مهند ملوش سند، ملوش ميديا كمان، ملوش بالظبط ميديا طبعا. وانت مش نشيط، مش نشيط بقى على تويتر ولا على فيسبوك ولا حاجه. مش من الهوات يعني. مش من هواتي الكلام ده، وبرده مفيش قاعده جماهيريه تخليك شغلك يبان للناس، فدي نقطه مهمه جدا. كويس. مثلا مهند لاشين بيلعب 6 اوقات 8 اوقات 10 على حسب احتياج التيم ليه في المباريات. ما بتقولش لا في اي حاجه انت خالص. انا في الاسماعيلي كنت بلعب هاف وبلعب 10 اصلا. ايوه. فده ساعدني كتير ان شويه الناس بتقول ان مهند كرقم 6 لعيب كوره. طيب مهند لاشين اكتر ديفندر في مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى. السنه اللي فاتت عامل مراوغات ونقل فرقته من نص ملعبه لنص ملعب الخصم. نعم. طب ما دي احصائيات، هل الناس عارفه ده؟ لا. لا ما تعرفش ده. طيب مهند لاشين بيلعب كسته مثلا، هتكلم كسته. ايوه. وطبعا انا ما بقارنش بيني وبين حد، انا بقول ارقام. لا بس تقول ارقام، ارقام الناس ما تعرفهاش يعني. الناس بتدافع بدون ما بدون علم، وده حقهم، هم بيتكلموا عاطفيا، لكن احصائيات بقى انت بتكلموا الناس بتهاجمك انت بدون علم. بالظبط. طيب مهند لاشين بفضل ربنا سبحانه وتعالى السنه اللي فاتت اكتر ديفندر، وعمل فرص محققه للتهديف لزمايله. طب مهند لو عمل 25 فرصة محققة دخل منهم 10، مهند أكتر أكتر ديفندر في مصر محقق عامل أسيست. أيه. طب زمايله ما جابوش مثلا؟ من ذنبه، من ذنبه مهند. طب الإحصائية بتقول إن مهند عامل فرص وأتاح فرص لزمايله كتير يجيبوا، بس ما جابوش. أيه. أنت فاهمني؟ طبعا مش تقليل من زمايلي، أنا بتكلم في العموم. لا لا بالعكس، بتكلم على نفسك. بالظبط. حقك يعني. أصلا مش كل وقت إن أنت تقدر توضح ده، ده مهم جدا للناس. بالظبط. بالظبط. طيب في السيزون اللي فات، عشان برضو الناس، أنا بطمن الناس وبفهمهم ده، لأن الحاجات دي ما بتظهرش ومحدش قليل اللي بيتكلم عنها. ده صحيح. دي. قناة أون الراعي طبعا للدوري، وهي البث للدوري وكل حاجة. أي. طيب محللين قناة أون اللي كلنا بنحترمهم وبنشاهدهم، طلعوا وعملوا ان بيتكلموا عن افضل 11 لاعب بالاحصائيات. ايوه. مهند لاشين موجود في الموسم اللي فات، ده فضل برضه وكرم من ربنا سبحانه وتعالى، مش شطاره مني خالص. نعم. ده كرم ربنا. طيب هل ده كله معناه ان مهند لاشين اقل من فلان او اقل ايا كان مين اللاعب؟ لا. طب ما تكلمني بالاحصائيات. ايوه. الفضل من ربنا، الراجل اختارني في البطوله العربيه. طب في لاعب في 11 لاعب، افضل 11 لاعب في الشهر الاول من الدوري اللي هو اللي اتلعب اوريدي، مهند لاشين موجود بالاحصائيات وبالارقام، 4 مباريات مع الفريق
الحمد لله والفضل لله افضل لاعب في المباراه, في افضل لاعب في الفريق. رغم النتائج اللي مش كويسه للفريق, رغم النتائج افضل لاعب في الفريق 3 مباريات. ايوه طب ما دي احصائيات كلها كمهند لاشين. احصائيات في صالح مين؟ نعم. صالح مهند. بس هي المشكله هنا كابتن ان الناس ما بتدورش على اللعيب اللي مش مدعوم. بخلاف, وده مش عشان موجود مع حضرتك, بخلاف حضرتك وبعض الزملاء في الموجودين. يعني بدون ذكر اسامي, بس انا ما بقولش ده لان هقول لحضرتك الحاجه, ما بقولش ده عشان حضرتك موجود او ان انا مع حضرتك في ازمه بعض اللعيبه مع في المنتخب والتقطيع والكلام اللي يهمد, كان حضرتك بتطلع تدعم اللعيبه دي. نعم. واحنا في المعسكر وفي المنتخب لما كان بيوصل لنا الكلام ده كنا بنشيد, وطبعا حضرتك فوق ان احنا نشيد بحضرتك, لكن كنا لما بنتكلم كابتن شوبير من الشخصيات القليله اللي بتدعم المنتخب وبتدعم اللعيبه بتاعته. نعم. فدي كلها حاجات احنا محتاجينها. وكمان انك تنضم لمنتخب مصر بره اهلي وزمالك وبيراميدز, صعب طبعا. الموضوع بيبقى صعب. نعم. فلما تنضم, لا عايزين دعم, عايزين الناس تشوف الحاجات الكويسه اللي بنعملها وبنتعب علشان خاطر نوصل لمنتخب مصر. مش محتاجين بقى الناس اللي بتيجي تقول لك ازاي ده فلان ينضم. انت بتتكلم عاطفيا. ايوه. بتتكلم حبا في لاعب, بتتكلم قناعه. نعم. قناعه في نادي ولاعب, وانت بتحترم اللاعب ده تماما. ده طبعا ده طارق حامد لاعب كبير. انا ما بتكلمش. نعم. عن طارق بشخصه. نعم. طارق بقى انا هقول يعني طارق حمدي فتحي, حمدي السلية, كل اللعيبه دي. نعم. اللي في مركزي في مصر كلها لعيبه محترمه ولعيبه كبيره وكلها تستحق. بس لما تيجي تتكلم انت بتتكلم بقلب ان انت بتحب النادي وفرقتك. أيه. لا اديني حق انا بقى كلاعب. نعم. يعني تعالى قول بتشعر بالظلم. طبعا طبعا. لان انت كابتن يعني بتعمل, لو انت عشان تبقى في المنتخب في النادي الاهلي بتعمل 100% من مستواك. في نادي الزمالك 100% من مستواك. أيه. مفيش حاجه اسمها قليل, لازم عشان تبقى في منتخب مصر لازم تعمل المستوى ده. نعم. طب عشان بقى تروح بره اهلي وزمالك منتخب مصر لازم تعمل 200% من مستواك. لو هو بينام الساعه 5 العصر انت بتنام 4 العصر. أي. لو هو ما بيخرجش غير يوم في الاسبوع انت ما بتخرجش خالص. لازم دايما تحط نفسك في ليفل ان انت عايز تبقى معاهم وعايز تبقى في المنتخب, فلازم تعمل لود على نفسك اكتر منه. نعم. لازم لو هو بيتمرن تمرينتين والناس بتشوف ده. أي. انا اقول لحضرتك على حاجه, لو لعيب, معلش انا مطول في لا لا بالعكس اتفضل, لو لعيب في النادي الاهلي ونادي الزمالك بيتمرن تمرينتين في اليوم ونزل صوره, الجمهور بيقول لك لعيب مجتهد. نعم. لا احنا بره بنتمرن تمرينتين وثلاثه عشان نقدر تنافس, نبقى منافسين. نعم. وعشان ابقى موجود في منتخب مصر. نعم. يعني انا كمان انا بعمل ده, بس انا مش متشاف لان انا مش مدعوم اعلاميا جماهيريا صغير. بالظبط. فلما تيجي بقى تكلمني باحصائيات, لما تيجي تكلمني باحصائيات ما تجيش بقى يعني ما تجيش تتكلم كأني ما عملتش حاجه. ما تجيش عليا. بالظبط. لا انا عملت. نعم. فضل ربنا انا. نعم. ما عملتش كمهند, ربنا. نعم. سبحانه وتعالى وفقني اني اعمل. اكيد. نعم. كتير عشان خاطر ابقى موجود. خليك في تركيزك ودي يعني سنه الحياه وطبيعي حتى في العالم اجمع, اللي بيلعب في برشلونه غير اللي في ريال مدريد. بالزبط. غير في مان سيتي, غير ولفرهامبتون, غير اللي في نورتش سيتي. صح. ده منطقي وطبيعي. مين الجون اللي بتخاف منه في الدوري؟ هو الشناوي. الشناوي. مين اللعيب اللي بيلعب عليك بيتعبك؟ في عبد الله, كابتن عبد الله السعيد. وبرده ممكن نقول في حد محظوظ علينا شويه, اوباما. اوباما. وقفشه. وقفشه. مين الفرقه اللي ما بتحبش تلعب قدامها؟ ما بحبش. بتقول الماتش ده ما بحبوش, ما بحبش العب قدامها. ممكن الفترة الأخيرة المحلة. المحلة. شفتهم رخمة. حظهم على. خليني أخدك في الأسئلة السريعة. أتمنى إن ألعب للنادي ده في المستقبل بعد موافقة طلائع الجيش. أهلي زمالك بيراميدز إسماعيلي. ماشي. استبعاد حسين فيصل من القائمة الأولانية للمنتخب كان مفاجأة غير متوقعة. صحيح. نجم طلائع الجيش الأول أمام الأهلي في السوبر كان محمد بسام. محمد بسام. ده المدرب الأفضل في مشواري مع كرة القدم اللي أثر فيك جدا. كابتن علي ماهر وكابتن محمد بسيوني. اللي محتاجينه عشان نرجع بكاس الامم الافريقيه هو عوده. بس اللي محتاجينه عشان نرجع بالكاس هي الروح اللي بتيشيرت منتخب مصر, ودي موجوده ان شاء الله الفتره دي موجوده. اتمنى مواجهه هذا المنتخب في المرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم. هفكرك, قدامك نيجيريا وقدامك الجزائر وقدامك تونس وقدامك المغرب وقدامك السنغال, تتمنى تلعب مين؟
هو اي منتخب هيجي هنلعبه. بس احنا لو انا كمهند لاشين بتمنى مش بفضله عشان خاطر هو ضعيف او قوي، بتمنى منتخب تونس. تونس النادي الاقرب للفوز بالدوري هذا الموسم هو لا صعب قوي دي، صعب قوي. الحصان الاسود لبطوله الدوري في الجولات الثمانيه الاولى كان بشوف اللي ككوره فيوتشر وبيراميدز طبعا كتيم قوي جدا. عايز تقول حاجه تاني؟ قول. انا بس عايز اشكر ربنا الحمد لله رب العالمين، عايز اشكر يعني بعض الناس، بشكر بلدي عشان لازم اقولها في كل مره بطلع، حنوت طبعا واصدق حنوت في الشرقيه بالظبط، لان دي الناس طيبين جدا وبيدعموك كتير جدا. زوجتي طبعا ووالدي اللي في ظهري كتير جدا واستحمل كتير، والدتي طبعا ربنا يخليهم، اخويا واختي وبس، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى. دليدا دليدا دي 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 دعوتها قبل كل ماتش. كم سنه دليدا؟ دليدا سنه ونص وما بتقولش غير بابا يا رب. فدي بالظبط هي ما بتقولش، بتقول هند يا رب. فدي قبل كل ماتش بكلمها الحمد لله، بتفرق معايا كتير. تاخدها على التليفون عشان تقول لك هند، كلمها فيديو هي وزوجتي كل قبل كل مباراه، ووالدتي وحماتي برضه على فكره ما شاء الله. تقول حماتك خلي الله يبارك على خير، دي حبيبتي. فلازم اكلم الاربعه دول قبل كل مباراه والله، دي طقوس. يعني دعوتهم بتفرق مع الواحد كتير. ربنا يوفقك ويكرمك ويرزقك ان شاء الله، واتبسطت ان انت كنت معايا النهارده. حبيبي يا كابتن، ده شرف ليا وانا سعيد جدا، ويعني دي حاجه فرقت معايا شخصيا، لان دي ثاني مره اكون مع حضرتك. نورنا وتشرفنا حبيبي يا كابتن. ان شاء الله كابتن والنجم مهند لاشين لاعب منتخبنا الوطني، نجم نادي طلع الجيش اللي مشرفنا ومنورنا النهارده، بكره مش بكره النهارده ان شاء الله هكون معاكم حلقه فيها مفاجاه. شكرا لكم، خلص الكلام، مسك الختام، سلام.